إذا كانت أوروبا يعني تخشى من الهجرة غير الشرعية، فأنا أكثر خشية كمصري وكمواطن ينتمي إلى عالم الجنوب من هذه الهجرة غير الشرعية، لأن لمضرها ومخاطرها على أبنائنا من تسريبها لعدد كبير من الكفاءات وتعرضهم لمخاطر جمة، لمشكلات مرتبطة بما يعرف بنزيف العقول. وبندعو كدولة مصدر لأفضل الكفاءات تعليما وتدريبا وقدرة على العطاء أن يكون استقبالها استقبال حسن بقنوات متعارف عليها وفقا زي ما تم بالمناسبة ولوزارة الخارجية المصرية ولوزارة الهجرة المصرية وللحكومة المصرية عمل جيد مع عدد من الدول على المستوى الثنائي بعمل ضوابط كثيرة لمسألة الهجرة بشكل منتظم بالتدريب والتأهيل في الداخل. ونذكر من ذلك ما تم على المستوى الثنائي مثلا بين مصر وألمانيا، بين مصر وإيطاليا، بنبقى في عدد من المدارس والمعاهد المتكفلة بالتدريب وأيضا بتنظيم السفر والانتقال وتنظيم التحويلات والاستفادة من هذه الخبرات عندما تعود إلى بلادها. المسألة هنا ليست فقط خشية بعض الدول من المهاجرين إليها، ولكن خشيتي على أبناء من بلدنا تم تعليمهم، تم تدريبهم، لهم أهل دفعتهم إلى الحاجة اضطرارا إلى هذه الأسواق في الخارج، وعلينا أن نحميهم، وعلينا أيضا أن نتيح فرص العمل لهم في الداخل. إذا تيسرت لهم فرص العمل وهي كثيرة في الخارج فتيسر لهم المسألة هنا. فهي ليست نظرة واحدة أن هناك من يرى هذه الهجرة باعتبارها مخاوف، لا، من ناحيته فقط هي مخاوف وشرور من ناحيتنا أيضا، ويجب أن ننظر لها بهذا الاعتبار.